مساحتنا الأخيرة لليوم يلي رح نتعرف فيها على التعليم المتمازج كطريقة بالتعلم تجعل الطالب عضو فاعل ومشارك بالعملية التعليمية ومعتمد على ذاته بحصوله على المعلومات وليس مجرد مستمع ومتلقي. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع مع الدكتور ياسر نوح مدير المعلوماتية بوزارة التربية ورح نتعرف على نافذة التعليم المتمازج. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يعطيكم العافية أستاذ صباحكم. أهلا وسهلا دكتور ياسر، خلينا نبدأ مع حضرتك ونتعرف أكثر شو المقصود اليوم بالتعليم المتمازج كمفهوم بدأ تطبيقه بالوزارة. هو بصراحة المصطلح التعلم المتمازج، التعلم المتمازج هو مزج بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني طبعا هي توظيف التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية، إن كان عن طريق المحتوى الإلكتروني وتوفيره للطلاب وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الطالب وخدمة العملية التعليمية. طبعا بهالطريقة نحن قدرنا نوفر المحتوى للطالب بطريقة رقمية بطريقة إلكترونية موجود داخل الغرفة الصفية ومتوفر هذا النمط من التعليم خارج أوقات الدوام الرسمي للطلاب بالمدارس، طبعا عم يستخدمه خارج أوقات الدوام الرسمي للمدرسة، وذلك بسبب أنه متوفر على موقع للإنترنت، موقع خاص بالتعلم المتمازج، الرابط طبعه هو ite.gov.sy على موديل. في عنا مجموعة من الطلاب من بعض المحافظات، من 4 محافظات مشاركين بهذا النمط من التعليم. اليوم خلينا نحكي شوي عن الآلية، شو هي الآلية التعليم المتمازج؟ كيف بيقدروا الأشخاص يفوتوا على هذا الموقع والطلاب لحتى يشاركوا فيه؟ التعلم المتمازج هو بدأ بصراحة عنا بوزارة التربية بال 2009، بدأ بدمشق بثانوية عبد الرؤوف سعيد. هلا حاليا موجود ب4 محافظات، هن محافظة السويدة وحماة وحلب واللاذقية، موجودين تقريبا بصفوف 7، 8، 10، 11. طبعا بفترة كورونا ادخلنا التاسع والبكالوريا، بعض الدروس للتاسع والبكالوريا. المدرس طبعا في طلاب اخذنا نحن شعب من الصفوف اللي ذكرتها، طبعا تم اختيار الطلاب بشكل فينا نقول مدروس، راعينا كافة السويات بحيث يكون الطلاب من كافة السويات الموجودة بالمدرسة، أخذنا شعبي من المدارس اللي ذكرتها ببعض المحافظات، صار لهم لكل طالب حساب خاص فيه، من عن طريق هذا الحساب يقدر يدخل يشوف المحتوى الخاص فيه، مثلا طالب صف السابع بيشوف محتوى صف السابع، بالإضافة ل في بعض المدرسين المختصين المدربين بشكل جيد لكافة الاختصاصات هن عم يقوموا بتطوير الدروس الخاصة بهذا النمط من التعليم. الدرس طبعا اللي عم ينعرض على المنصة، منصة الموديل، طبعا هو منصة لإدارة المحتوى الإلكتروني، الدرس بيتم عرضه حسب النشاط أو حسب طبيعة الدرس بيتم تصميمه، ولا ينشر هذا الدرس على المنصة إلا بعد أن يأخذ فينا نقول إشارة الأوكي أو الوثوقية من المحافظات الأربعة، لأنه ال4 محافظات في عنا مدرسين من نفس الاختصاصات عم يتشاركوا لنطلع الدرس بأفضل صورة ممكنة على المنصة. طبعا هذا الدرس بيختلف حسب استراتيجية التعليم أو التعلم، مثلا إذا عم نحكي عن استراتيجية الصف المقلوب فمعنى ذلك أنه الطالب بده يشوف المحتوى الخاص بالدرس قبل ما يجي على الدرس، بيحضر درسه وبيجي على الدرس بيصير الدرس أو الحصة الدرسية ضمن المدرسة هي عبارة عن حلقات حوار، إذا في نقاط غامضة أو في استفسارات زيادة ممكن يستفسروا عنها. في بعض الأنشطة هي عبارة عن تعلم ذاتي، نعطيه نحن مثلا أنشطة بيحلها لحاله عن طريق بسموها هي استراتيجية learning by doing، يعني بيكون هو بنفس الوقت عم بيحل التمارين وبنفس الوقت عم بيتدرب لأنه عم نعطيه تغذية راجعة. هذا النمط بفترة الأخيرة بفترة الكورونا طبعا الطلاب ما تأثروا عنا الخاصين بهدول الشعب، لأنه فعليا هن عم بيقدروا يتابعوا كانوا كافة دروسهم عن بعد بسبب وجود المحتوى التعليمي، فيها تفاعل يمكن. هذا الشيء. هلأ الشق الثاني طبعا هون أنا بس عم بحكي عن هاي المنصات، عم بحكي عن نمطين من التعلم، عم بحكي عن نمط له علاقة بالتعلم الغير متزامن اللي هو المحتوى الإلكتروني أو المحتوى التعليمي، هو متوفر على الإنترنت مدى 24 ساعة، ممكن الطالب بأي لحظة يرجع للموقع لحسابه ويشوف
النمط الثاني اللي هو نمط التعلم المتزامن. التعلم المتزامن قدرنا كوزارة التربية نوظف أداة هي أداة البيج بلو بوتوم، نربطها مع منصة التعلم هي منصة الموديل، وقدرنا نعمل صفوف افتراضية اختبرناها بفترة كورونا، قدرنا ندخل تقريبا ما يقارب 60 طالب للجلسة الواحدة. طبعا المدرس عم يكون موجود بمكان، ممكن يكون موجود بالبيت، ممكن يكون موجود بأي قاعة بالتربية، والطلاب كانت معظم الطلاب خلال فترة الكورونا اللي مرت علينا هن كانوا موجودين بمنازلهم، وقدرنا نعطيهم دروس أونلاين عن طريق التعلم المتمازي. حتى المنصة أتاحت لي موضوع التفاعلية، يعني الطالب فينا نحكي معه صوت وصورة، في إذا حب يعمل لنا مشاركة لسطح المكتب عنده بالبيت. طبعا هذا النمط بيتطلب بنية تحتية كتير هائلة من إنترنت ومخدمات وغير ذلك. نعم، يعني حكيت دكتور ياسر عن عدد من الاستخدامات الكبيرة سابقا، كيف كانت تستخدم هاي المنصة، حاليا كيف استفدتوا منها خلال فترة كورونا، وما زلنا يعني مستمرين بهذا الموضوع، ممكن نحتاجه بعدد من الأوقات. اليوم قدمهم كمان العمل على تطوير آلية هذا التعلم من خلال طبعا منصات وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منه بمجالات أخرى، هل عم تدرسوا هذا الموضوع؟ طبعا هلا في نحن اول شيء في مذكرة تفاهم بيننا وبين وزارة الاتصالات والتقنية بخصوص توفير المحتوى، اذا كان الطالب عم يطلب هذا المحتوى بشكل داخلي يعني ضمن عدم الخروج للبوابة الدولية انه بدون استخدام انترنت، في دراسة حول هذا الموضوع انه كيف ممكن تكون عبارة عن اسعار رمزية او عبارة عن شيء. طبعا هاي في اتفاق بيننا وبين وزارة الاتصالات قيد الدراسة هذا الموضوع، بالاضافة انه في تعاون كثير كبير بيننا وبين الجمعية العلمية السورية المعلوماتية اللي طبعا هن ذوي خبرة بالإضافة للخبرات التربوية الموجودة بوزارة التعليم العالي من كلية التربية ووزارة التربية، انه نحاول نعمل منصة تعليم الكتروني متكامل. وفي طبعا دراسة هلا وضعت للبنى التحتية كيف ممكن تصير البنية التحتية، شو هو التعليم الالكتروني وشو هو المحتوى العلمي اللي بده ينحط على هيك منصات. طبعا لانه عم ندرس الشق من جانب وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي، لانه ممكن ينحكى كمان بالتعليم العالي كيف ممكن يروح الموضوع. بالاضافه تم طرح ايضا طريقه التعلم، عفوا العمل عن بعد، انه كيف ممكن نقدم لبعض العاملين العمل عن بعد في حال مررنا بازمات. طبعا رسم سياسات كانت خلال من لجان مختصه حول هذا الموضوع. بالنسبة طبعا لاختصاص وزارة التربية هو التعلم عن بعد، من خلال التعلم المتمازج قدرنا نساوي صفوف الافتراضية، قدرنا نعطي جلسات متزامنة لمعظم الاختصاصات، حتى بفترة الانقطاع الطلاب البكالوريا والتاسع قدرنا نعطي بعض الدروس او مثل دورات تقوية، دروس تقوية لبعض الطلاب. اللي طبعا هون بس بدي نبه لموضوع انه نحن ذكرنا انه الطلاب المسجلين، طبعا كان عدد الطلاب المسجلين ما يقارب 500 طالب 600 طالب، اخيرا وصل عنا العدد لل 6000 طالب. وهنا كيف يقدروا يسجلوا؟ ايه هلا التسجيل نحن الطلاب نحن ما في شعب اخترناهم ببعض بالمحافظات، هدول بنعرفهم نحن سابقا الطلاب سجلنا بس، ولكن في طلاب خلال فترة الكورونا طلبت ان هي تسجل. كان عندنا نحن نمطين، اتحنا المحتوى التعليمي فقط لكافة الطلاب انه يقدروا يفوتوا بصفة مضيف، في عند تسجيل الدخول بالموقع في صفة هي صفة مضيف، بيقدر الطالب يفوت بصفة المضيف الى الموقع ويشوف المحتوى التعليمي. اما اذا بده يساوي اختبارات، لانه في امكانيه يعمل اختبارات الكترونيه، كان لازم يسجل. اذا بده يسجل بده يبعث لنا مثلا، في عاملين بعض البيانات نحن يبعث لنا عن طريق الايميل، يبعث لنا الاسم، الكنيه، الصف، المدرسه، المحافظه، وطبعا وباي محافظة هو. طبعا نحن بنعمل له حساب وبنبعث له اياه على الايميل، هو بصير بيدخل مثل اي طالب مسجل بال اكيد. يعني موقع. عرفتنا على الوسيله وعرفتنا على الهدف وعلى طريقه هذا التعلم. بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور ياسر وعلى كل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لك. شكرا لك.